السلام عليكم. اليوم هتكملكم على ملعب براقي، وفيه عتاد تم جلبوه لمركب براقي، وهذا لأول مرة في إفريقيا. وهذا العتاد سيساعد العشب الطبيعي على النمو في الفترات اللي يكون فيها غياب الشمس، كمثلا فترات شتوية، ويساعد على إعطاء لون أخضر متجانس طوال السنة. وهذه تقنية جديدة لأول مرة تستعمل في الملاعب الإفريقية. وهذه التقنية يعني الأساس نتاع التقنية هذا هو تستعمل طاقة نتاع المصابيح قوية لتوفير الضوء والحرارة، وتوضع في الملعب في فترات يكون فيها الشمس غائبة، كما نشوف هنا في الصورة هذه. نشوف هذا يعني السيستم هذا تاع المصابيح، وهي هذه التقنيات تركز على استعمال تقنية الفوتوسينتاز، لأنه اللون الأخضر يأتي من الطاقة الشمسية، والشمس تمد بالأشعة الفوق بنفسجية، هي اللي تمد اللون الأخضر وتمد الحرارة اللازمة لنمو النباتات. والألوان الخضراء في جميع النباتات الموجودة على الكرة الأرضية هي تأتي من الشمس. ولاحظ أنه النباتات إذا كانت تنمو في مكان وين الشمس غائبة، في غار يعني ولا تحت الأرض، فهي سوف تنمو بألوان بيضاء أو باهتة، واللون الأخضر يكون غائب إذا كانت الشمس غائبة. وهذا هو المبدأ نتاع لا فوتوسينتاز. ونشوف كذلك يعني باش نوسع الفكرة، أنه الشمس عندما الأشعة الشمسية تبد في البحر، الحيوانات الموجودة على يعني في غمق غير كبير تلقى الحيوانات فيها ألوان. أما الحيوانات اللي تعيش في الأغماق أعماق البحار وما توصل لهاش الأشعة الفوق بنفسجية الألترافيولي اللي تأتي من الشمس، فهي الحيوانات هذيك تكون عندها لون أبيض أو شفاف. إذن هذا هو المبدأ اللي تاع التقنية هذه، هي توفر الأشعة فوق بنفسجية اللي تعوض الأشعة تاع الشمس، وتمد نوع من الحرارة باش تسمح للعشب الاصطناعي في الملعب باش يبقى يعني يقاردي يعني يحافظ على اللون الأخضر تاعه طوال السنة. وهذه تقنية لأول مرة تستعمل في الملاعب بإفريقيا. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.